Your favorite radio station, Radio Tomorrow. بشهر حزيران 2016 فيك تكون مثل كل سنة غرقان بين لورا أسير الضغط النفسي وعم بتحضر حسابات end of financial year أو فيك تكون عم تتنفس أكسجين أوروبي وعم تتنقل بين البرتغال إسبانيا الأراضي المقدسة والأردن هالسنة قدر تغير مفهوم شهر حزيران وتخلي لسنة يكون من العمر with Our Lady of Lebanon Co-Cathedral's Pilgrimage Tour 2016 كيف وين أي متى وشو التفاصيل معنا على الخط منظم ومرشد الرحلة الأب رافائيل عبود الأب رافائيل هو مرشد للشبيبة وكاهن مساعد بكاتدرائية سيدة لبنان He is also chaplain at the Royal Australian Air Force أبونا رافائيل شكرا لوقتك Thank you أبونا يعني اليوم منتذكر إن من التراب وللتراب منعود أنت نقيت من الأرض التراب يلي تخلد إما بالحضارة أو بالتاريخ أو بالقداسة وجمعتهم كلهم on one itinerary برحلة حج خبرني أكثر عن هالرحلة مبدئيا عميل رحلة بحزيران مثل ما قلت من حزيران ل 27 حزيران إيه أذكر يا إنسان إنك من التراب وإلى التراب تعود هذا تذكرنا بكلام كمان يسوع المسيح دعوته لإلنا إنه نحن أكيد ربنا جبلنا من التراب من التراب نرجع كفلاش كجسد ولكن روحنا هي بترجع لعند بين السماوي بدنا نتعمق أكثر وأكثر حبينا السنة برعية السيدة نعمل ناخذ أبناء الرعية برحلة حج وسياحية على البرتغال ببرتغال راح نشوف Our Lady of Fatima مع شغل ربنا يلي بيحطه بقلب كل إنسان بيوصل رسالته حتى كل واحد منا يدلو إيمانه قوي منروح منك نقعد كم يوم ب Our Lady of Fatima راح كمان نزور ببرتغال كنيسة عجيبة الكربان المقدس مطرح ما تحول الخبز لجسد يسوع المسيح نعم. كمان ببرتغال رح منزور عدة قصورة بتعرفوا بيوروب في كتير قصورة حلوين منها القصورة هي رويال بالاس أوف كويلس بفاطمة كمان في عندنا كنيسة الظهور Chapel of the Apparitions نعم بإسبانيا شو رح تزوروا؟ بإسبانيا رح نزور كاتدرائية العائلة المقدسة ساغرادا فاميليا تشيرش كمان رح منزور رح نروح على يمكن الناس يتفاجئوا رح نروح على تريزا افيلا رح منو موجود الريليكس تبعها نزورها الكنيسه تبعها مطرح ما كبرت مطرح كل حن حياه القديسه تريزا دافيلا كمان رح منشوف باسبانيا اعمال الفنان المشهور باسبانيا والوحيد بالعالم كله سوا عنده فن عظيم هو جاودي يعني عنده كتير محطات رح منزورها ونشوفها بإسبانيا نعم والأراضي المقدسة الأراضي المقدسة شو بدي أحكي تأحكي عن الأراضي المقدسة نبلش نبلش مع الملاك جبرائيل فتح ما ظهر على مريم العذراء ورح نروح على هالكنيسة تسميه كنيسة البشارة مطرح ما ملك بشر العذراء منزور هناك بعدين رح نرجع نروح مطرح ما يسوع المسيح تعمد نعم مطرح ما يسوع المسيح على الجبل التطويبات الطوبة العظيمة وجهة لكلنا سوا مباركين نحن لأنه أبناء الله طوبة لفاعل السلام كل الطوبة على جبل التطويبات رح نرجع نروح كمان على جبل مطرح ما يسوع عمل العجيبة الخبز والسمك نعم كمان منكفي مشوارنا بأراضي المقدسة ومنسهر مع يسوع المسيح بجبل الزيتون مطرح ما كان سهران مع تلاميذه بعدين رح نرجع نمشي طريق بأورشليم طريق Way of the Cross مطرح ما يسوع المسيح حمل الصليب وفدينا على الصليب تنوصل على أقدام الصليب مطرح ما صلب يسوع المسيح حلو الأردن بالأردن رح منروح نزور بيترا ومنزور كمان البحر
بديت سي بحر الميت وفي كمان في كمان بدح منزور بكمان بويلينج وول مطرح جون بول تو كمان راح وزير هيدا الوول كمان ومننا نشوف بالأردن كمان في عنا كنيسة سان جورج مهم كتير وفي عدة أماكن حلوة بجوردن راح منزورها يعني هلأ you took us on a virtual tour بدي أسألك مقدمين خيار تغيير الطريق ليلي حبيني نسم عليهم هوا لبنان أكيد نحنا عاملين خيار يلي مشان هيك رجعين على الأردن يلي بيحب يكفي على لبنان في كفي على لبنان أنا مبدئيا رح كفي على لبنان كمان في عالم بيحبوا يمكن يكفوا مشوارهم يروحوا على يوروب أكتر يروحوا على روما يروحوا غير مطرح في كمان يكفوا يروحوا مشوارين ويرجعوا على سيدني نحن مبدئين عاملين لهم انه فين يروحوا على لبنان بيقولوا لنا متى بيحبوا يروحوا على لبنان متى بدهم يرجعوا من لبنان بنظبط لهم التيكت وكل شيء تمام حتى هن ما يتعذبوا يضلوا مكفيين الهوليداي تبعهم مبسوطين شو تواريخ الرحله؟ تواريخ الرحله رح نترك كنيسه السيده ب 2 حزيران نعم وبتنتهي بالاردن ب 27 حزيران 27 حزيران اذا من 2 يعني نترك الاردن من 2 ل 27 ننتهي بالأردن يلي بده يرجع فيه يرجع بيكون ب 28 هون ويلي بده يكفي المشوار فيه كمان يكفي المشوار أهلا وسهلا إذا هي 26 يوم ليلي بحبوا ياخذوا شوي معلومات أكثر أو يحجزوا بمين لازم يتصلوا فين يتصلوا في شخصيا أنا على رقم 0401-627-777 أو فين تصل بمكتب الرعاية بيتركوا رقم تليفون وبرجع أنا بتصل فين شخصيا وكمان نحن عاملين information night registration نهار الثلاثة 16 الشهر ساعة 7 من عشية عندنا باليوث and community center level 1 يعني بحب يجي ياخذ لو ما بدهم يروحوا بس فين عندهم شوية hesitation فين يجوا شوفوا شو عاملين نحن شو مقدمين لهم لأن رحلة مبدئيا رح بتكون في عنا limited seat ما رح ناخذ أكثر من 40 شخص تنكون رايحين مبسوطين ومرتاحين بوقتنا وحتى نحس العالم انه رحنا فعلا رايحين انه رايحين نرتاح ما رايحين على ضغط جروب تاني وجروب كبير رايحين مع جروب صغير جو صلاة جو كمان جو ترفيه وهيك فبقى يلي بحب يروح لازم على السريع قد ما فيه يتصل فيه او يتصل بمكتب رعاية رقمه تنحجز له مكان لأله او لإلك كمان أبونا رافائيل بدي أسألك سؤال خارج الموضوع بدي أسألك عن دورك كمرشد بـ The Royal Australian Air Force أنت يمكن أول كاهن ماروني بيوسع خدمته من الأرض للجو خبرني عن هالخبرة عن خبرتك بهالرسالة أول شيء قبل ما التحقت بسلاح الجو الأسترالي كنت شابتن لقاله مذكوري ساعدون كنت عم صلي على هالنية كتير ربنا يحط إيده معي وأقدر إنجح حتى إذا عم أقدم إذا بتقول يا رب تكون مشيئتك إذا أنت بدك يكون بهالخدمة هنيك أنت يا رب حط إيدك معي وخليها تنجح لأن ما أنا هيني واحد يفوت بدأ مسؤولية وبدأ كمان بدأ إذن من عدة مطارين وإذن من روما الخدمة حلوة كتير وبنفس الوقت صعبة اخترت انا هيك يمكن بعتد من زمان وجاي ربنا بحط في هالرغبه انه بعدك شاب بعدك قوي بعدك فيك تزرع الفرحه بالقلوب يلي هن بعد ما بيعرفوني طبعا انا بخدمته هنيك قد ما بحاول انه في بشكر ربنا على كل نعم يلي بيعطيني اياها وعلى القوه يلي بيعطيني اياها تخبر عنه اكثر هنيك وبشر فيه وحتى رد العالم أكثر على طريق ربنا عرفهم منه يسوع المسيح وأكثر من هاي كمان بيتفاجئوا إنه عم يتعرفوا على الكنيسة المارونية من نحنا وأصلنا وشو هو إيماننا شكر كبير أول شيء كمان لسيدنا مطران أنطوان شعب الطرباي يلي هو أعطاني الإذن واخذ بركته وانطلقت بالرسالة مع السلاح الجوي الله يقويك بهيدي الرسالة وانت اكيد بصلاتنا ابونا رافائيل برسالته للصوم كتب عميد كاتدرائية سيدة لبنان الأبطوني ساركيس
لما منصوم نحن ما منصوم لله لأنه ما بيطلب منا هالشي، بل بالأحرى منصوم لأنفسنا تمن خلال صومنا نبعد عن التجارب يلي بتدمر علاقتنا بالله. شو الرسالة يلي بيوجهها أبونا رفايال عبود للصائمين اليوم؟ الرسالة هي لكل الصائمين أختي الأحبة، إنه زمن الصوم هو زمن فرح، زمن عرس، لأنه ابتدأ بعرس كان الجليل. منشوف بزمن الصوم، خلال كل زمن الصوم ربنا عم يزرع الفرح، عم بيحول. منشوف كل أحد في عنا أعجوبة، كل أحد في عنا ربنا عم يشفي، أي عم يرجع يزرع الفرحة بالإنسان يلي كان عنده إعاقة بحياته، أو كان عنده تقصير بحياته، أو كان عنده شلل بحياته، أو حيلا شيء عم يبعده عن ربنا، ربنا هو عم بيحوله إياه. وزمن الصوم هو زمن ربنا يحولنا كل إشي يلي بتأسرنا، كل إشي يلي بتزعلنا، لإشي تفرحنا وتقربنا أكتر منه. وكمان بزمن الصوم هو كتير مميز وكتير حلو، لأن ربنا هو صام، وربنا كان إنسان وبيعرف قيمة الصوم. مشان هيك ربنا بخلال الصوم نعمه السماوية بيزيد علينا أكتر وأكتر، بإن ما تخافوا رح تتجربوا، رح تمروا بصعوبات كبيرة، ولكن طلعوا في أنا كمان يلي صمت وانتصرت. فبقى رسالتي لكل أختي الأحبة المستمعين إنه ربنا هو معكم، وإن شاء الله يبارك وبيبارككم بزمن الصوم المبارك. ما تخافوا، هذا الصوم هو خلي يكون السنة صوم مميز، صوم فرحة. مش ضروري نعبس بالصوم، ولكن بيرب ساعدنا تنكون فرحين، لأنك أنت عم بتنقينا وعم نتقرب منك أكتر أكتر. هذا هو الصوم، صوم هو التقرب من الله والتسليم الذاتي لإله. شكرا أبونا رفايال عبود، شكرا كتير لوقتك. Thank you لارا، الله يقدسك بهالرسالة يلي بتعمليها، كمان بتوصلي كلمة ربنا لمين ما كان، حتى خاصة المرضى المسجونين يلي ما بيقدروا يجوا على الكنيسة. نشكر ربنا على هالفرحة يلي بيعطيك إياها تتوصلي لمين ما كان، والله يباركك ويبارك عائلتك كل المستمعين. Thank you very much. Thank you. This was Father Raphael Abboud، كاهن مساعد بكاتدرائية سيدة لبنان وأيضا مرشد للشبيبة بكاتدرائية سيدة لبنان. He is also chaplain at the Royal Australian Air Force. Your favorite radio station, Radio Tomorrow.